حسوري حطمانين ناظر تدريب البترون الرفيع عزيز علاوة بعد تواصل كثير مع الخوارج الحزب يسلمون المكتب منفذين الحزب اللي هي ملك للحزب مش ملك لفرد رفضوا بشدة يسلمونا إياها مكتب منفذين الحزب اللي نحن فيه هلا مسكر له أكثر من سنة اضطر الحزب ياخذ قرار باستعمال المكتب اضطرينا نفتح الباب وعاوزينه للحلقات الإذاعية وللشباب وللدم الجديد مع احترامنا للجميع هذا مركز ملك الحزب السوري القومي الاجتماعي والحزب السوري القومي الاجتماعي ممثلا بحضرة الرئيس الأمين وائل الحسنية كوني ناظر تدريب البترون أنا بتحمل مسؤولية وأنا مهمتي هذا المركز بنحافظ عليه بدمنا وبأرواحنا ونحن هلا بمركز منفذية البترون أي رفيق يحب يتعاون يحب يلتحق بمنفذية البترون نعتبره رفيق سوري قومي اجتماعي أي شخص بتسول نفسه يتطلع أو يتعدى نعتبره خارج ونعتبره من الخائنين والحضر الزعيم بيقول اقضوا على الخيانة أينما وجدتموها تحيا سوريا خط عميد شباب الحزب بمركز المنفذين.